إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى. أيها المسلمون، صلاح الجوارح بصلاح القلب، وأعمال القلوب في الثواب والعقاب كأعمال الجوارح، يثاب على المعالاة والمعاداة في الله، ويعاقب على الحسد والفخر والرياء. وإصلاح القلب أفضل من نوافل العبادات، ولا ينال المسلم الكمال إلا بزوال ما في قلبه من الحسد والأضغان. وسلامة الصدر من صفات الأنبياء، قال الله ممتدحا خليله عليه السلام: إذ جاء ربه بقلب سليم. وشق صدر النبي صلى الله عليه وسلم مرتين، مرة في صباؤه وأخرج منه العلقة، وشق مرة أخرى قبل الإسراء وغسل قلبه في طست من ذهب بماء زمزم، رواه ابن حبان. ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم معلم الأمة: اللهم اهدني واسلل سخيمة قلبي، أي حقده، رواه أبو داود. وأثنى الله على الأنصار بسلامة صدورهم: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، أي ما أوتي إخوانهم المهاجرون من فضل. وأخبر عن الصالحين من بعدهم بقوله: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وهو من أسباب دخول الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة رضي الله عنهم: يطلو عليكم الآن من هذا الفج رجل من أهل الجنة. فطلع رجل من الأنصار فسألوه عن عمله، فقال: لا أجد في نفسي لأحد من المسلمين غشا، ولا أحسد أحدا على خير أعطاه الله إياه، رواه أحمد. وكان السلف يسعون لسلامة صدورهم فنعيتوا بذلك. قال ابن كثير رحمه الله واثقا قرينه ابن القيم: كان حسن القراءة والخلق وكثير التودد، لا يحسد أحدا ولا يؤذيه ولا يستعيب ولا يحقد على أحد، ولا ينفع يوم القيامة إلا سلامة الصدر مع الإيمان. قال جل شأنه: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والله سبحانه فضل عباده بعضا على بعض في العطاء عدلا منه وفضلا، ليظهر صبرهم وشكرهم. قال جل شأنه: والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. والحسد خلق دميم منعة دميم يقصد به الحاسد ذوي الفضائل والنعم. اتصف به إبليس فارفض أن يسجد لآدم حسدا له، قال: أنا خير من خلقتني من نار وخلقته من طين. ف
فكان أول ذنب عصي الله به في السماء، وهو من صفات اليهود والنصارى. قال عز وجل: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، وهو من أقوال مرضى القلوب. قال جل وعلا: فسيقولون بل تحسدوننا، وقد يؤدي بصاحبه إلى الكفر بالله. قال جل شأنه: إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، ويتمنى به غير المسلم إخراج أهل الإسلام عن دينهم. قال عز وجل: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، وقد يمنعوا من الدخول في الإسلام. قال المصور بن مخرمة لأبي جهل: هل كنتم تتهمون محمدا بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فقال: والله لقد كان محمد فينا وهو شاب يدعى الأمين، فما جربنا عليه كذبا قط. قال: فما لكم لا تتبعونا؟ قال: تنازعنا نحن وبنو هاشم شرف، فأطعموه وأطعمنا، وسقوا وسقينا، وأجاروا وأجرنا، حتى إذا تجاسينا على الركب ركنا كفر سيرهان، قالوا منا نبي. فمتى ندرك مثل هذه؟ والله لا نؤمن به ولا نصدقه أبدا. وقد يقتل صاحبه الآخرين. واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك، وهو فتنة لقلوب الناس. قال عز وجل: وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا. قال ابن رجب رحمه الله: الحسد مركوز في طباع البشر، والسعيد من سعى إلى دفع، وهو مناف لكمال الإيمان. قال عليه الصلاة والسلام: لا يجتمعان في قلب عبد الإيمان والحسد. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته من هذا الداء، فقال لهم: لا تحاسدوا ولا تناججوا ولا تباغضوا ولا تدبروا. رواه المسلم. الحسد منبع الشرور ويوجب الظلم ويورث القطيع. قال ابن عقير رحمه الله: ائتبرت الأخلاق أي تأملتها، فإذا أشدها وبالني الحسد. الحسد ضعيف النفس، كل نعمة على غيره يراها عظيمة، مبغض لنعم الله على عباده، يتألم من فضيلة تظهر أو منقبة تشكر. إن رأى فضل الله على خلقه اغتم، وإن آين زوالها سر، فلا راحة لحاسد. يفرح لحزن الناس ويحزن لفرحهم، لا يرى قضاء الله أدلى ولا لنعمه على الناس أهلا. ولسانه يخرج سواد قلبه. قال سبحانه: أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم. قال معاوية رضي الله عنه: إياك والحسد، فإنه يتبين فيك قبل أن يتبين في عدوك، يردي صاحبه ويقوده إلى الذل والمهانة، كما حصل لإخوة يوسف حينما طلبوا من أخيهم الذي حسدوه الصدقة عليهم. قالوا: يا أيها العزيز، مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة، فأوف لنا الكيل وتصدق علينا. ويوسف عليه السلام قال لإخوتي: لا تثريب عليكم اليوم. والحسد يمنع كمال الإيمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه.
متفق عليه. الحسد معصية يجب على المسلم أن يتوب منها وأن يرضى بالقضاء ويستسلم للمقدور ولا يعارض الله في أمره ويفرح بكرم الله على عباده ويدفع عن قلبه تلك المعصية طاعة لله وخوفا من عقابه وأن ينظر لمن هو دونه ويتذكر نعم الله على عليه ويقنع بطاعة الله له فكل حاسد محسود وأن يتعوذ بالله من الحسد ويبادر إلى الدعاء للمحسود ويتمنى زيادة الخير لأخيه المسلم فمن أعطى غيرك نعمة فهو قادر سبحانه أن يعطيك مثلها أو أحسن منها والله ذو الفضل العظيم. والغبطة حق إنما هو في عطاء درجات الآخرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحساني والشكر له على توفيقه وامتناني وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشاني وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. Toutes les meilleures louanges appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala, le clément, le très miséricordieux. J'atteste et je témoigne qu'il n'y a aucune divinité en dehors de Allah subhanahu wa ta'ala et que la paix et la bénédiction soient sur lui, notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et ceux qui ont suivi les chemins du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Chers frères en islam, c'est très important d'arranger. C'est très important d'arranger des corps et encore la foi. Parce que ce n'est pas normal ou bien ce n'est pas facile d'arranger les cœurs. On peut essayer de toujours arranger notre cœur, notre corps, d'habiller propre. Mais si tu t'habilles propre tous les jours, et ton cœur, c'est pas bien arrangé, c'est pas important. Parce que Yawm al-Qiyama, Allah subhanahu wa ta'ala, il va pas regarder dans ton cœur. Si ton cœur, c'est pas propre, Allah, il a pas besoin de ce que tu as déjà fait pour lui. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit Yawm al-Qiyama, ce qu'il a besoin, c'est al-qalb salima, le cœur sain. À cause de ça, Allah subhanahu wa ta'ala il a dit يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. Le jour que ni les enfants, ni les richesses, ça ne va pas être important pour toi. Seulement ce que ta foi ou bien ta cœur, il a fait dans le bien. C'est ça Allah subhanahu wa ta'ala il a besoin. À cause de ça, Allah subhanahu wa ta'ala il a parlé au sujet de Ibrahim alayhi salam. Il a dit dans le Coran, "Ija'a rabbahu biqalbin salim." Quand les soignés Allah subhanahu wa ta'ala il a amené Ibrahim avec un cœur sain. Ibrahim alayhi salam, il est venu dans son communauté, il y avait des idoles que les gens il est en train d'adorer. Mais comme Allah subhanahu wa ta'ala il l'a bien guidé depuis que on a crié Ibrahim, Allah subhanahu wa ta'ala il a dit wa laqad atayna Ibrahim rushdahu.